مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر، واحنا اليوم امام حاله انسانيه اللي كتستدعي التدخل السريع. يعني لو ورينا لكم الصوره، انا معنا واحد الشاب ايوب اللي بارك كما خلقات امه بسبب لانه مرض الله يحسن العوان، مرض نفسي او الام ديالو كتقول صح الله اعلم السبب، وانما الوضع هو انه مربوط دابا بالسلاسل. الا حيدات لامه دوك القفوله اللي رابطه به راه ممكن ياذيها، ممكن يضرب، ممكن يشعل العافيه. جالس كما خلقات امه، يعني كما الانسان كيتولد بارك ما كيبغي يدير عليه حتى شي حاجه. شرف الله قدركم، يعني الطواليت ديالو كيديرها في هذه البلاصه، راه نتوما غتشوفوا الا قدرنا تشوفوا على الدبان مجموع بزاف هنا. ما قدرناش نوريو لكم ما قدرناش نوريو بزاف الصور لان صور صادمه. ايوب مده ديال 12 سنه وهو كيعاني، وهذه الام بوحديتها اللي هزه ايوب، بوحديتها اللي مقابله ضربها، هرس ليها سنان، بزاف الامور. الله يحسن العوان، هو راه ماشي في الوعي ديالو. اليوم بغات توجه النداء ديالها لجميع المحسنين انهم يتساعدوا معاه فعلا. يعني واحد الحاله اللي كتستدعي التداخل وكتستدعي المساعده من طرف المحسنين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اهلا بك اختي. ما يكون بس عند ايوب، بغينا قلتي لنا ايوب كان بخير، كان كيقرا، عاودي لنا شنو اللي وقع. كي كان ايوب قبل وكيفاش ايوب دابا؟ بنتي ولدي كان كي الوليدات، كان كيقرا، كان كيصلي، كان في لونطريما، كان دري اطيب خلق الله، وراه الحوم ما كتشهد به. شنو اللي وقع؟ اللي وقع لي بنيتي، انا كنكري من البيت للبيت، كنتحول، جريت لي تمام اللي كانوا صغار، كنجري باش نخلص الكرا وباش ملي دخلت الدري كان كيصلي، كانت كما دخلت زعما كما دخلتو بنتي و تيقول لي ماما كاين عام، قال لي ماما بغيت معنقاني وحده هي فوق سداري تا وليدي ما كاين والو. قال لي ماما لا ماما حق السن حيزم، حلف لي بالقران بان بيت معنقاه وحده. انا قلت وليدي ما كاين حتى حاجه، الحمد لله كاين شهاد، ما كاين حتى كيشهاد وي ومصلي صلاته زعما حتى حاجه ما تادي باذن الله. قال لي لا ماما، من حلفي بالقران عقبت امنت به. قلت ملي ولدي حلفي بالقران صافي صدقته. الدري بدا كيبعد ليا من الصاله، بعد ليا من لونطريما، ولا كيسرح، ولا كيجي كيضربني بنيتي كاع في امي هاد موليا كيدير. وملي كان كيترك حويجه شويه ولا كيجبيه الزبل حاشاك، شويه بنتي ولا كياكل من الطوار والزبل حاشا وجهك، ولا الدري ما عجبنيش. كنقول غادي ندي البوليس، ما يمكنش ليا ولدي مرضي ومهدي معايا، كيفاش غادي يضربني وانا ندي البوليس؟ ما يمكنش ما نديش ذنوبو. شت تعيت بنيتي واجهتو للطبيب، طبيب نفساني، جيت الشارع المؤمن. ايوا الشارع المؤمن بنتي واخا بلاتي تيتي عيب شويه يعني. وليت كنديه للسبيطار ديال نفساني، تبعت ليه الدواء بنتي. ملي تبعت ليه الدواء عاوتاني عقبت، عقبت بنيتي تبعت ليه 36. شفت الدواء ما بحال ما ما قدا لي والو. لا الطبيب شنو قال لك؟ غير قال لي تبعي معايا، غير انا ملي شفت قالوا لي 36 احسن، فيه بروفيسور كبار وفيه وفيه. نعم مشيت ديتو بنيتي ل 36. ملي دخلت عند الطبيبه ديتو فديك اللحظه انا غادي بيه بنهار، قال لها دكتوره دكتوره، هزت عيني شافت فيه، قال لي انا ماشي مسطيها ليا هذه اللي مسطيها ليا انا. بقيت كنشوف كنستغرب، جبتو بنيتي للدار نجيبو. من الاخر هي بدا كيدير الحاله، هي الحاله ديما نعيط للبوليس كيشعل فيه العافيه، فيه هو اي كيشعل العافيه في البيت. الله يحفظ قوته، كيشعل العافيه بغى يروح ليا البنيه من السطاح. واحد درجة واحد الحاله لا اله الا محمد رسول الله. ما تبنيتي شفت عيد، قلت واه تعالى ولدي اش غادي ندير، نتبعوا ليه 36. تبعت بنتي 36، نعسوا بالسبيطار، نعسوا ليه بنكيران شهرين، ونط بنيتي نعس عاوتاني شهرين في شهرين. بروفيسور ريماني وقف معايا في النعاس ديالو،
وتقولي الطبيبه ايوب حياتي ماشي ديال الدواء بحال ما هو قالت لي بنتي الطبيبه قالت لي ايوب حياتي كان بحال هكا الكبول مع الرمله الدواء ما كينفعش معاه المرضى طايحين هو راه كيدور عليهم كيتسارع بنيتي اش بغيت نقول لك جيتي لجهد الله جبتو كيدوز شهرين في الناس كنجيبو ملي جبتو بنيتي كيمشي ليا ديك الساعه كيسرح ليا كيسرح ليا ديك الساعه نص البيطار كيسرح كيجيب لي حيد حوايج وكيبقى عليا كيما ولدتو كيمشي يلبس لي حوايج عيالات كيمشي ليا البرقاس حاجه كيجيب المكياج بدا يعكر بدا يصوب وكنجري انا وكنعيط للبوليس وكيدير ليا الفوضى كيقول لك قتلك قتلك وكنعيط للولايه والولايه كتوقفوا معايا البوليس الله يجازيهم ديال الدوزيان حتى هما ديال ديال الكوميسات الصغيره كلشي ديما البوليس عندي ديت هي ديما عندي البوليس الله يجازيهم بحسن كانوا ضاربين معايا تماما بنيتي اش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله العظيم كنت لدرجه كنعس انا والبنيه في الزنقه وهو في الدار هو في الدار ما كاينش اللي يدخل ما كاينش اللي ما كاينش كي ندير بنيتي في الخاطر حنايا الجيران كيتشكاو كلشي كيتشكى نتا بنيتي تعيط نعسو في السبيطار اه اييه نعسو بنيتي في السبيطار الكسيد كيضربوه كيضربوه الكسيد الدري مرفوع ما كاينش هر كلهم كله 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 مكرفس كله حالته مسكين معطوبه دابا كنشوفو كيما ولدته مو شحال هكا ما كيلبس الحوايج لا والو ما يخليش الحوايج لا بنيتي لا بشعبان بشعبان ترك حوايجو قبل ما ربطو انا كاع قبل ما ربطو ترك حوايجو كيما ولدتو وخمسه جري ليا الزنقه وبرمضان ودابا كيبقى في الشتاء كيبقى في الشتاء وفي البرد ما كاينش الدري وشكون علاش كتربطيه دابا معلوم مربطو بنيتي الا مربطوش راني طحت عليك الفكره ديال الربط حيت ما لقيت لا حباب لا تصيله لا حتى واحد لا مربطيش غير لا غادي يقتلني راه غادي يقتلني بنيتي راه ذبيحه بنيتي راني ديت لي البرا عند بروفيسور ريماني وجاب جنويه وبغى يذبحني راه ربي اللي معايا ربي اللي بقيت العمر طويل حتى دابا ولي هو خوتو خوتو دابا الوليدات ديتهم الخيريه يعني. بنيه في الخيريه والوليد الاخر مشرد في الزنقه لا اله الا الله محمد رسول الله ظروف قاسحه قاسيه كذا ماشي قاسحه موت قاسحه والجيران هنا قال لك يقول لك خرجي الجيران هنايا كلشي كيشير ليا بالحجر وكلشي كي علاش كلشي كي هكاك 4 الصباح 5 الصباح كيشيروا ليا بالحجر شعلوا فيه العافيه يحفظني الله مع 5 ونص ديال الصباح راه ربي يستر جي واحد المره مسكينه كدير الميناج في الصباح وجي كتجي كتقول لها واك واك عتقول روح لها فيه شي حاجه هي اللي طفاوها نعم ما كون اللي دكده ايوب سلسله كون دكده يسال بلاصتي ايوب قلت لي كيبدا يغوت مسكين كيبقى يغوت كيبقى يهضر وبقى يدير وكي بعض الخناس تبغي يضربني راه كيطوع لي حاجه والدراري ولاد المساكن هما اللي يغسلوا البيت راه كانت الدنيا عامره حال شي حاجه وجي كيلوح عليا اي حاجه ماكله كاس الميكه كلشي كلشي كيطوعوا عليا كيضربني بيه وبيتي بيه كنتي تعرفتي بالسحر لا دخلت بنتي بنت البيت هو اللي كان هو السبب البيت هو بنتي هو السبب دخلت البيت كانت فيه الشوافه انا ما كنتش عارفه بان الشوافه بنتي دخلت ليه قال لي ماما بيتها معنقاني وحده شوي بنيتي واحد انسان حدايا البيت حدا البيت شلحه كبر منه عنده 18 عام هو عنده ديك الساعه 12 عام السيده ولاو الناس كيقول لها المراه هذيك الدريه راه معايا ديك الدريه هذيك الدريه راه غادي تدخل على ولدك ديك الدريه البيض نتا بنيتي هذيك هضرت معاك تا بنيتي ولدي باقي صغير ما عارف فين ينعس ما عارفش ياكل بعدي منو عطيتي الساع ماشي ديالك بعدي منو قراو مع البنات ربي يحيها واحد الولد عطيه بخلق الله كنقول لك راه عطيه بخلق الله راه الامام الجامع كيقول لي علاش ديتي ايوب بعدتي علينا الناس كيشدوا بلي ضرب غلب الحمه ديالك كيقول علاش ديتينا ايوب من هنايا ايوب ما يوليش كوا في هذه الحاله شنو وقع لي مع السيده سيدة ملي لقيتها معاه ولقيتها معاه ولقيتها معاه وكنتسرع فيها ما تقبلتش كيفاش كتلقاي معاه كتحتاج معاه ولا كنلقاها معاه شي حوايج غير لائقه واني الدري في الحياه الدري عنده 12 عام مطولين وغير رجلي تقدا تقدا حتى بنتي ملي قلت ليها بعدي ليا من ولدي قالت لي لا تقولي ليا بعدي منه خليني من الايوب ابنيتي بعدي ليا من ولدي ما عارف فين ياكل ولا شي فين ينعس ولا عندك الساعه صحيح هو باقي صحيح ما شاء الله على ولدي راه ما نقولش لك بنتي والله اللي عالم بيا راه كاع الناس كي شنو وقع نتا بنيتي هذيك دازت المده ما بغاتنيش نقول هذا الكلام قلت لها بعدي منه قالت لي لا خليني من الايوب ملي قلت لها بنيتي بعدي منه جات واحد الوقت تقول لي وريني التصاور ديال ايوب وانا بنيتي على نيتي وريت لها التصاور من الفلالبوم ملي وريت لها التصاور نتا بنيتي مشات خدمت ليه خواس ديال هذيك الدريه درت لها بنيتي سحرت ليه وليني واخوت بيها
قبل ما نربطوا خديجه سماها ومنين هي لا ما نقولوا منين غوت ربي اللي خلقو غوت غوته وحده ماما هذيك وانا عرفتها بنتي انا اللي ولدت تصاور انا بنتي اللي درت كوال شكون هذي انت الله يسمح لي من ولدي ودابا ما عندك ليه جهد يعني انت يا غدا وكي كنقولوا غادي الانسان في الكبر ما غاديش في الصغر عمر ماشي سهله ماشي الله يسمح لينا على الكبده ديالك ولكن راه خصها بزاف شنشوفوا هي دابا الريحه في البيت والدبان حاماتني انا حاماتني كيدير كلشي هنايا كيدير كلشي تحت منو ردود قال ردود حاجه وزكير ولا راه الدراري ولا دابهم جاو جابوا كلشي بعينيهم انا الغائط حاجه وجهك عامر بيه حشومه لا حول ولا قوه الا بالله وبنزي ما كنتش لك راه جاوني ناس وداروا الفيديوهات ونصبوا عليا قلتي جات شي جمعيه عندك جمعيه بنيتي لا ما نقولوا سميت الجمعيه شنو دارت معك الجمعيه ما دارت حتى حاجه وجابوا معاهم شي صحابه وداو كل شيء الناس عاونوا ايوب وكيقول لي الناس راه انا ما درتيش رقمك ما خلاونيش ندير رقمي ما كذبتش عليك بنتي طبوا الكاميرا لا حول ولا قوه الا بالله شنو النداء ديالك النداء ديالي بنيتي هي ما كذبش عليك تقارص وتغلب وتقارص وتغلب تغلبت على امري بزاف قال بلا قياس لان مريضه مريضه عندي الامراض خطيره عندي امراض خطيره شحال دابا ايوب عنده فهم عندي الاورام لا عندي الاورام كنقول اليوم نموت غدا نموت عندي السكر عندي جلد عده امراض كان غيبت 4 ايام 3 ايام وانا سد ليا الباب وخنخناز نموت على خاطري والدبي غادي يبقى انا ويلوح هو الزنقه ويموت شحال في عمره عنده دابا 24 عام في عمره باقي شاب كيعلم بيا الله من جيت وليداتي من طلبي الى الله سبحانه وتعالى الرقم ديالك الرقم ديالي بنتي 06